هو انا بشوف انه اي ما فيش مبرر لعدم التقدم. طبعا المبرر ده ممكن يبقى جواك انت صحيح على فكره، مهما كانت المعوقات، ما هو في معوقات بتبقى قدام اي طرف صحيح بما فيه الاهلي طبعا، احنا اللي هو عايشين في الاقوى. معوقات. انا مقتنع ان الاهلي الاقوى على فكره، بس الاهلي ليه الاقوى؟ ده سؤال لازم نجاوبه. وثانيا، بما انك مش انت الاقوى، هتعمل ايه عشان تواجه الاقوى؟ دي اسئله لازم تسالها لنفسك وتتحرك بيها. صحيح، احنا طول الوقت عايشين في عراقيل كتيرة، الموضوع مش سهل، وانت شايف المناخ عامل ازاي، فكان ممكن انا اتكل على ده واقول ما هو المناخ العام صعب وبتاع، صح لكن الاهلي بيرفض ده. صح عايز اسالك على حاجه بعلمك اللي انت درسته في الاداره، مش الدكتور مهند، مش الكابتن مهند، اللي ذاكر اداره علشان يعرف يدي للنادي اللي بيديره، هل بتقتنع بفكره التطوع في مجالس الادارات، ولا شايف انه النظام ده نفسه المفروض ما يبقاش موجود؟ لا انا شايف وقلت ده كتير، انه العمل التطوعي في المجال الرياضي هو احد افات العمل في الرياضه. ما ينفعش تبقى انت بتدي من وقتك وبتشتغل للكيان او للمكانه للهيئه، ما بتكلمش عن النادي الاهلي طبعا، لان انا لما برد عليك بالقصه دي مش حاطط في دماغي النادي الاهلي، لان تمام. انت كونك موجود في مجلس اداره النادي الاهلي ده في حد ذاته قيمه بتضاف ليك يعني. لكن انا بتكلم على مجالس ادارات الانديه التانيه والاتحادات ومراكز الشباب والحاجات دي كلها، هتنميها ازاي وتطورها ازاي اذا كان الناس اللي مسؤولين عنها انت المفروض تحاسبهم، انت العمل بالنسبه لهم عمل تطوعي. ده كمان حاجه بتخلي ان الناس البروفيشنال المحترفين في المجال او في اي مجال بتعزف عنه، ما انا يعني هضيع وقت واضيع عمره في الاخر هيطلع مني بايه؟ فاهم؟ فبتلاقي شباب كتير ما بيبقاش موجود، شباب كتير بيعزف عنه، وتلاقي الناس اللي موجوده مش دايما اهل المكان، وده اللي بيخلي كل شويه مشاكل على السطح في الوسط الرياضي في كل الاتحادات والانديه. فصراحه العمل التطوعي صعب جدا يعني، ترفضه، بتشوف انه من آفات ارفض. الرياضة المصرية. وكنا نتمنى ان احنا نحاول ان هو يعني انه لو يتغير في قانون. القانون، عشان بس الناس تقول ايه، هل كان طب ليك انت دخلت ليه؟ او انت دخلت مجلس اداره يعني، او ليه دخلت وانت عارف ان انا دخلت، انا قابلت ده على اساس ان انا زي ما انا قابلت ان ادخل مجلس اداره النادي الاهلي محاوله مني ان انا اغير بقدر المستطاع، واللي ما قدرتش يتعمل لي وانا لاعب للعبه فرديه موجوده في مصر عموما ليها معاناتها، واحاول اعمله للي بعدي يعني. دي كانت النيه. عملت ايه في القصة دي عشان توصل لإلغاء التطوع وجعلها مش الغاء، أمر احترافي؟ انت بتطرح طرحتها على مين؟ احنا لما كنا في القانون الرياضه بيتعمل، احنا كان في انت عارف قانون الرياضه مر بمراحل كتير يعني، مظبوط، فكان بيتشكل له لجان ولجنه الخمسين ومناقشات انا كنت واحد اعضاء لجنه الخمسين اللي هي كانت منوطه بمناقشه قانون الرياضه، وبعديها حصلت تغيرات كتير وتناقش تاني، وبعدين مجلس الشعب انت بتقول رايك من ضمن الاراء، لكن في الاخر مش شرط ان رايك يكون يعني يلقى يعني مفهوم. الموافقه، وممكن تكون الاغلب، ممكن يكون الناس اللي ما اعرفش، ممكن يكون الناس اللي عايزه او المنوط بيها تغيير الرياضه، مش لو عايز. حصل انها طب بقت مش تطوعيه، ناس كتير هتبقى مش موجوده، فبالتالي لا مش هيحصل. طبعا.